I
والحقوق فيني وفينك والتسميعات بيني وبينك والحقوق فيني وفينك تسميعات 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 بيني وبينك والحقوق فيني وفينك والحقوق فيني وفينك تسميعات بيني وبينك والحقوق فيني والحقوق فيني وبينك والحقوق فيني وبينك تسميعات بيني وبينك والحقوق فيني وبينك تسميعات بيني وبينك والحقوق فيني وبينك والحقوق فيني وبينك والسكان حق مشروع والمخزن ماله مخلوع والسكان حق مشروع والمخزن ماله مخلوع والسكان حق مشروع والمخزن ماله Thank you.
ما بادئنا غاسل فيه ولا توقف لا تشبع ما بادئنا غاسل فيه Oh!
بوس بوس وزيد ركيعه 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 تاخذ حقك باللوزيعه تاخذ حقك باللوزيعه هذه الوقفة الاحتجاجية تنظم اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة هذه الوقفة اليوم بعد أن تابعت بقلق بالغ ارتفاع عدد قرارات تشميع
مجموعة من البيوت لمواطنين مغاربة ينتمون لجماعة العدل والإحسان المعارضة، بمن فيهم بيت أمين عام الجماعة السيد محمد عبادي، بعدد من المدن على المستوى الوطني بكل من الدار البيضاء والقنيطرة، فاس، طنجة، الجديدة، إنزقان، وجدة، بوعرفة، وآسفي، وتطوان، والمضيق، ومراكش. إن هذه القرارات التعسفية التي تبدو في جوهرها سياسية وصادرة عن السلطات المركزية ومغلفة بقرارات إقليمية ومحلية تؤكد توظيف الإدارة في تصفية الحسابات مع تنظيم سياسي معارض، وتمثل انتهاكا صارخا للدستور والقوانين الجاري بها العمل والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة المغربية. وتؤكد من جديد أن هذه القرارات جائرة ولا تستند على القانون وتحدوها خلفية سياسية تمييزية واضحة ضد مواطنين مسالمين بسبب رأيهم السياسي وانتمائهم لجماعة العدل والإحسان المعارضة. إن ما يحدث اليوم في نظر اللجنة الوطنية يمثل خطوات عدائية وانتقامية لا تستند على أسس قانونية واضحة، حيث أن مبررات هذه الإجراءات كما تدعيها السلطات قانون التعمير أو المقتضيات التي تحكم أماكن العبادة تفتقد إلى الأساس القانوني، ولم تسلك السبل القانونية والقضائية السليمة لإقرارها. فالمفروض أنه لا يمكن إغلاق بيت إلا بموجب أحكام قضائية، وفي حالات خاصة جدا لا تنطبق على هذه البيوت، وما يمكن أن يكون على سبيل الاستثناء من تدخل للسلطات الإدارية للإغلاق لا يكون إلا وفق إجراءات خاصة، بل إن القانون يمنع إغلاق البيوت المأهولة. إن هذا يعد تطورا خطيرا وغير مسبوق في الاعتداء على حق الملكية الخاصة وعلى الحق في السكن، ويجر معه انتهاكات لعدد من الحقوق الأخرى، ويشكل مظهرا من مظاهر الردة الحقوقية التي تعرفها بلادنا منذ السنوات الأخيرة، حيث أن الأمر يعد انتهاكا سافرا لحقوق كل المتضررين من هذه القرارات الظالمة، وعلى رأسهم الأطفال الذين لا دخل لهم في حساب الدولة في صراعها مع الجماعة. إن اللجنة الوطنية وهي تراقب هذا الوضع بقلق شديد تسجل عجز الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان الرسمية عن الاستجابة لنداءات اللجنة أو ترك الإجراءات القضائية لتنتج مفعولها التصحيحي والجابر للأضرار، كما وقع للحالات الثلاث في شرق المغرب التي استرجعت الضحايا من خلالها بيوتهم. ويا مخزن الهزيمة والتشميع جريمة، يا مخزن الهزيمة وتخبر اللجنة الوطنية الرأي العام الوطني والدولي أنها ستتخذ مبادرات سلمية جديدة ضد هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد الحقوق والحريات والترافع أمام الهيئات الأممية المعنية ومراسلة المنظمات الحقوقية الدولية في هذا الشأن. وختاما، لا يسع اللجنة إلا أن تقدم كل تشكرتها للمنظمات الحقوقية المغربية وللشخصيات الوطنية التي تقف ضد هذه التجاوزات والخروقات التي تطال مواطنين مغاربة. شكرا. والمخزن شماع ديار، والقانون
بلا قانون بلا دستور. 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 والمخزن شماد يار. والمخزن شماد يار. والمخزن شماد يار. والمخزن شماد يار. بلا قانون بلا دستور. بلا قانون بلا دستور. بلا قانون بلا دستور. بلا قانون بلا دستور. البوليس شمعتوها والحباب بنعتوها. البوليس شمعتوها والحباب بنعتوها. ومسؤولين فاشلين. ومسؤولين فاشلين. ومسؤولين فاشلين.
باسم اللجنة نشكر الحضور وانتهت الوقفة ونخبر الصحفيين والصحفيات انه ستلتقي مرادي ان شاء الله ندوى صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية من اجل سيطر على المسيرة يوم الاحد مسيرة سبقات القرن على الساعة 10 صباحا ونصرف للراشدين وشكرا لكم. Thank you.